وفي خبر أخير، زار طلبة وإدارة قسم الإعلام والاتصال بجامعة سطيف 2 مقر قناة نوميديا للاطلاع على العمل الإعلامي عن قرب. الطلبة الوافدون على القناة رافقوا طاقمها الصحفي في مهمته من تحرير الخبر إلى غاية بثه، كما تعرفوا على أقسام ومديريات القناة على غرار قسم الأخبار والإنتاج. اليوم قمنا بزيارة لقناة نوميديا، رافقنا فيها مجموعة من الطلبة المتخصصين في الإعلام وبتحديدهم طلبة ليسونس وطلبة الماستر الذين جاءوا في هذه الزيارة بغية التعرف على أبجديات العمل الإعلامي في مكان عمل القناة. إذن هي مبادرة قامت بها الجامعة، احتضنتنا فيها قناة نوميديا بكل حفاوة وبكل استقبال رحب. كانت اليوم لنا تجربة رائعة في القدوم إلى قناة نوميديا، بحيث كنا نعتمد على الجانب النظري فقط في الجامعة، لكن اليوم كانت تجربة رائعة بحيث تعرفنا على الجانب التطبيقي. يعني بغض النظر عن كل أعمال تطبيق نظرية اللي كنا نقوم بها في الجامعة، اليوم قمنا بأعمال ميدانية لمعرفة كل ما يتعلق بالميدان الصحفي. كان استقبال جيد فيما يخص القناة.